الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن اليقين، واليقين هو العلم الجازم الراسخ في القلب بالشيء حتى يطمئن القلب به وتحصل له السكينة والطمأنينة في الإيمان بهذا الأمر، حتى يوقن به ويجزم به ويقطع به وينتفي عنه أي شك وأي تردد. والناس في أمور الدنيا تجدهم موقنين بأشياء من خلال المشاهدة والحس، فتجد الإنسان موقنا بأن النار محرقة لو وضع يده فيها أحرقته وآذته، فلا تجد عاقلا يتعمد وضع يده في النار لكونه موقنا بأنها تضره وتؤذيه. فهناك أمور يكون الإنسان موقنا بأنها تجلب له الأذى والضرر فيتجنبها، وأمور يكون الإنسان موقنا أنه ينتفع بها ويحصل له فيها نفع فتجده حريصا على فعلها. فأمر الدين وأمر الإيمان بالغيب وبما عند الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون المسلم فيه موقنا يقينا جازما تاما بما عند الله سبحانه وتعالى وبما وعد الله تعالى به عباده المؤمنين وبما توعد به العصاة، فيعمل بمقتضى ذلك اليقين، لأن اليقين له أثره العملي، فمن أيقن أن هذا الشيء مضر به فأثره أن يتجنبه، ومن أيقن أنه نافع وفيه غنيمة عظيمة جليلة القدر فتجده حريصا على الإتيان بها وفعلها. فنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أخبرنا عن اليقين أنه سبيل للإمامة في الدين، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان رحمه الله: الصبر واليقين، الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين.
بهما تنال الإمامة في الدين. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذين يوقنون بالآخرة، أهل اليقين بالآخرة، هم أهل الهداية والفلاح. فمن أراد أن يكون من المهتدين ومن المفلحين فعليه أن يكون من الموقنين. قال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فوعدهم بالهداية والفلاح، وهو الفوز والنجاح والنجاح. ثم كذلك نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذين يتفكرون في آيات الله الكونية ويتعظون بما فيها وينتفعون بما فيها هم أهل اليقين. فقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالطة الذين لا يوقنون، مخالطة تؤثر على يقين الإنسان وتجعله لا يتعامل بما لديه من الحلم والعلم. فقال سبحانه وتعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تجعل الذين لا يوقنون يذهبون حلمك وعلمك ويجعلونك تترك ما أنت عليه من القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يبين منزلة اليقين في كتاب الله عز وجل. ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اليقين سبب لتهوين مصائب الدنيا. فعلى قدر كمال يقين المسلم بما عند الله سبحانه وتعالى وبما وعد الله تعالى به الصابرين، وعلى قدر يقينه بأن هذه الدنيا هي دار الفناء وأن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، فمهما عظمت المصيبة والبلاء فإن الموقن يكون البلاء خفيفا عليه لكونه يعلم أن هذه الدنيا إلى زوال، وأن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على صبره، فيقينه بذلك يهون عليه المصيبة. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذه أيضا من ثمرات اليقين. ثم إن اليقين هو أحد شروط قبول كلمة لا إله إلا الله، وأن ينتفع بها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. فعلى المؤمن أن يكون موقنا بهذه الكلمة العظيمة أنه لا إله إلا الله وحده عز وجل، فيوقن بذلك فينفعه الله تعالى ببركة كلمة التوحيد. ثم تأتي أعظم ثمار اليقين، أنه سبب لسعادة المسلم في قبره وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فاليقين إذا عاش المسلم عليه ومات عليه كان من أهل السعادة وأهل الفلاح والفوز العظيم. وجاء ذلك في أحاديث سؤال الملكين في القبر، والحديث له طرق كثيرة وروايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم إذا حضره الموت،
فإن كان صالحا أتته ملائكة الرحمة وقالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة أو أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، ولا يزال يقال له ذلك حتى تخرج روحه ثم يصعد بها إلى السماء فيستفتح الملائكة كل سماء فيقول خزنتها من هذا، فيقولون فلان، فيقولون فلان، فتقول الملائكة خزنة أبواب السماء، يقولون ادخلي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. وأما الرجل السوء كما ورد في الحديث فتأتيه الملائكة عند قبض روحه ويقولون اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، ولا يزال يقال له ذلك حتى تخرج روحه والعياذ بالله تعالى، ثم يصعد بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها، فتقول الملائكة من هذا، فيقولون فلان، فلا يفتحون له، لا يفتحون له، وترسل روحه من السماء فتهوي إلى الأرض والعياذ بالله تعالى. ثم بعد ذلك إذا وضع الميت في قبره، إذا وضع الميت في قبره فيأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول له الملكان كما ورد في بعض الروايات على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وأما الكافر أو المنافق فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري، فيقول تقول له الملائكة على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله عياذا بالله تعالى. فأما المؤمن فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة ويقال له هذا مقعدك حتى ترجع إليه، ويرى مقعدا في النار ويقال له هذا الذي نجاك الله منه. والكافر والمنافق على العكس من ذلك، يرى مقعدا في الجنة كان معدا له لو آمن، ويقال له هذا الذي يعني حرمت منه ولن تذهب إليه، ويرى مقعده في النار ويقال له هذا مقعدك عياذا بالله تعالى. فنجد هنا أن هذه الخاتمة الطيبة وهذا الفوز وهذه النجاة كانت بهذا السبب الذي في الحديث، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على اليقين وأن يعيش عليه ويموت عليه حتى يبعثه الله تعالى عليه. اللهم اجعلنا من أهل اليقين وانفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عرفنا أن اليقين وهو العلم الراسخ الجازم الذي يطمئن به القلب وتحصل به السكينة والطمأنينة في القلب لكون العلم بالشيء جازما وراسخا وخاليا من أي شك أو تردد. فهذا اليقين هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح، وذكر الله تعالى الموقنين
وقال سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، مما يزيد اليقين ويقويه العلم النافع. فكلما حرص المسلم على الإكثار من تلاوة كتاب الله تعالى ومطالعة تفاسيره الصحيحة الموثوقة، وكلما حرص على الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع شروحها من مصادر موثوقة، والتدرج في العلم الشرعي بطريقة صحيحة سليمة، كلما قوي علم المسلم كلما زالت عنه الشبهات وزالت عنه الشكوك وازداد يقينا وقوي يقينه. وعلى العكس من ذلك، فمما يضعف اليقين ويثير الشبهات والشكوك كثرة السماع للمشككين في الدين ولليهود والنصارى والمنافقين والمحاربين للإسلام. فبعض الناس لا يكون عنده سلاح يقاتل به، والسلاح هو العلم النافع، ويدخل معركة في مناظرات مع ملحد أو شاك في الإسلام أو عدو للإسلام وهو ليس مؤهلا لذلك، فيستمع إلى الشبه ويتجول في مواقع هؤلاء ويستمع إليهم. فهذا كله مما يضعف اليقين، خاصة لمن لم يكن عنده من العلم الراسخ ما يكفي لمقاومة هذه الشبهات. فعلى المسلم ألا يعرض نفسه للزلل، وألا يعرض دينه للفتن بالدخول في هذه المواقع وسماع هؤلاء، وأن يعرض عنهم وأن يشغل نفسه بما يقوي دينه ويقوي إيمانه ويقينه. أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 3 درجات من درجات اليقين، وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فقال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال سبحانه: إن هذا لهو حق اليقين. وقال أهل العلم: هذه الدرجات 3 يعني مثالها من سمع بوجود بلد من البلاد أو قوم من الأقوام وأخبره بذلك من يثق به، فقد حصل له علم اليقين. ثم إذا رأى واحدا من هؤلاء الأقوام أو رأى تلك البلد من بعيد أو شيئا آتيا منها ونحو ذلك، حصل له عين اليقين. ثم إذا سافر بنفسه إلى تلك البلد والتقى بنفسه بأولئك الأقوام ونحو ذلك، حصل له حق اليقين. وهكذا في كل الأمور. فالمؤمن قد يكون يقينه بإحدى هذه الدرجات، فمن المؤمنين من يقينه في مرتبة علم اليقين، ومنهم من هو في مرتبة عين اليقين كأنه رأى الشيء بعينه، ومنهم من يصل إلى درجة حق اليقين. بعض العلماء يقول: درجة حق اليقين لا تكون إلا للرسل والأنبياء الذين كلمهم الله، ونبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى الجنة والنار ووصل إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، فحصل له حق اليقين. ونحو ذلك من الأنبياء والمرسلين، يأتيهم جبريل عليه السلام ويبلغهم رسالة الله تعالى، تحصل لهم هذه المرتبة. وقال بعض أهل العلم: بل يمكن أن تحصل هذه المرتبة أيضا لمن شاء الله تعالى من المؤمنين على قدر تذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن ذاق طعم الإيمان يعني أصبح الإيمان كأنه طعام ليس فقط علم بوجوده ولا رآه من بعيد، بل كأنه تذوقه، فحصل له حق اليقين. فأيضا الطعام قد
يسمع الإنسان بنوع من الطعام ويخبره من يثق به فيصدق بذلك في مرتبة علم اليقين، لكنه لم يره، ثم قد يرى هذا الصنف من الفاكهة أو كذا لكن لم يتذوقها فيحصل له عين اليقين، ثم قد يأكلها بنفسه فيحصل له حق اليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن يذوق طعم الإيمان، فكأنه تخلل قلبه وخالط قلبه وأصبح في درجة حق اليقين. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.